عندك الآن نذكر كيفية غسل من الجنابة. كيفية غسل من الجنابة؟ إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة يؤمر قبل كل شيء بإراقة البول، ما كذلك؟ يؤمر قبل كل شيء بإراقة البول إذا أراد الاغتسال. لماذا يؤمر بإراقة البول؟ نعم فضل عمر، فضل عمر أحسنت. لكي شبت بقية من المني يخرج مع البول، ما كذا؟ ومن أراد اغتسالة فليبول. أكمل مروان. يذهب الباقي متى البول نزل. أحسنت. ومن أراد الاغتسالة فليبول ليذهب الباقي متى البول نزل. أحسنت. شكرا. يبول. بالنسبة إلى الرجل، المرأة لا ما تدخل تحت هذا. نعم الرجل هذا نعم يؤمر بإراقة البول أولا. طيب وبعد ذلك عندما يريد الإغتسال ينوي. إيش ينوي؟ إيش النية؟ عزم القلب على الإغتسال، على الغسل من الجنابة. عزم القلب على الغسل من الجنابة أداء للفرض. فرض ولا ما فرض؟ فرض. أفعل للحدث. أي حدث هذا؟ الحدث الأكبر وهو الجنابة. نعم زين. بعد يروي هل يلزم أن يترفع بلسانه؟ نعم لا يلزم. نعم إيش قلنا؟ قلنا عزم القلب، ما كذا شيء؟ على إيش؟ على الغسل رفعا للحدث. تعرف أن الحدث هذا حدث أكبر. زين بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات إلين إلى الرسغين. نعم ثم يزيل النجس من موضعه. ثم يزيل النجس من موضعه من أي مكان كان في جسده، سواء كان في الفرج أو في الفخذ أو في الساق أو في البطن، في أي مكان كان فيه نجاسة يزيل النجاسة. واضحة؟ زين. من بعد أن يغسل يديه 3 يزيل النجس من موضعه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ابتداء بالمضمضة وانتهاء بالرجلين. فإذا توضأ ما يعمل؟ يبدأ بالغسل. منين يحصل على رأسه 3 مرات بالماء 3 مرات. ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده من الرأس إلى أصابع القدمين كله، الأيمن فالأيسر. من أيمن الرأس أيسره، أيمن العنق أيسره، اليد اليمنى وما يليها، زين اليد اليسرى وما يليها، الصدر والبطن والظهر، وبعد ذلك من السرة الجانب الأيمن إلى الركبة، ثم الجانب الأيسر من السرة إلى الركبة. زين ثم بعد ذلك الرجل اليمنى من الركبة إلى الأصابع، اليسرى من الركبة إلى الأصابع. واضحة؟ هذا هو كيفية الغسل من الجنابة. ما يكون مثل شيء من الجسد عليه أن ينتبه ويتفقد جسده حتى إيش؟ حتى ما يكون شيء هناك لمعة ما صاب منها الماء كله. أنقل البشر، نعم إيش قال الحديث؟ تحت كل شعر جنابة فبل الشعر وأنقل البشر.